الاغلب ديال ذوك البلاد اللي كيديروا داك الشيء فهمتي كيكونوا من الهجره القرويه، يعني حسب يكونوا ناس بلاد البلاد ولا مثلا مربين هذوك الشيء، داك الشيء كيكون داك الشيء من المحيط اللي عايشه به فهمتي، داك المحيط اللي عايش فيه كتشوف تتكبر في داك الشيء فهمتي، كتبقى في داك الشيء في ديك الاحياء هذوك، كيكون الاغلب فيهم يكونوا الهجره القرويه فهمتي، كيبغيو ما يسدوا واحد اخر فهمتي، مثلا بلاد يكون غادي في الطريق هادي وتبغي هي باغا تصدع خصها من تناكر مثلا، هذوك يكونوا الهجره القرويه بهذوك، تكون نقول لهم حنا ولاد حليمه والله يا ربي الله، لا هذوك راه ما تيبغيو هذاك الشيء، كيبغيو يديروا الفتنه، يعني كيبغيو يديروا الفتنه مثلا لهذا الشيء هذوك، يعني هذوك يعني كثير الهجره القرويه تخلطوا معنا، كنقولوا العروبيه ماشي العروبيه العبوبيه، كتشوف اي حاجه كتلقى دابا هنا خايبه هنا هذا الشيء ديال بولا كريسي داك الشيء ما كتلقاش ولد البلاد كيدير هذا الشيء. ايه وهي كتبقى كما تنقولوا حريه شخصيه، ولكن الواحد في هذا الشهر الفاضل راه عايش شويه شنقول لك، حيت حنا في بلد مسلم الواحد ما امكن يلبس جلابه يلبس مستور، يعني يكون شويه ديال الاحترام، هو احنا الحمد لله بلد مسلم ومتعدد، كاينين الديانه المسيحيه في المغرب، كاينين المسيحيين وكاينين يهود مغاربه وكاينين مسلمين، واللباس يعني اللباس كما تيقولوا الايمان في القلب، يعني الانسان تبقى حريه شخصيه، واللي تكون غليظه ما تلبش داك الشيء مزير، واللي تكون رقيقه يعني شويه ديال ماشي مشكل، هذا الشيء اللي كاين، والحمد لله حنايا بلد متفتح، ونقولوا رمضان مبارك سعيد لكل نساء المغرب. واخا الراي ديالي اش غادي نقول لك، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه مصيبه، راه لا اله الا الله، هادشي اللي ولينا نشوفو وهذا الروتين قود الفيديوهات وداك المسخ وداك العشب ما عمرنا عشنا فيه، ومني ولينا كنشوفو هاد العجب، اللهم ان هذا منكر، راش غادي نقول لك، لا اله الا الله، والله العظيم ولينا نحشمو، والناس مع العائله ديالهم كيفطروا حتى كيشوفوا داك الروتين داخله مزيره، حشومه عيب عيب وعيب والله الا عار. الظاهرات اللبس اللي كاينه في هاد الشباب النساء سواء رجال وشباب ولا شابات، هاد الدريات تربيه من الوالدين، كالبكري في السبعينات الثمانينات في رمضان معروفه الجلابيه المغربيه والاحترامات ديالها، طقوس التقليد المغربي، ما دابا هادي خدامه في اداره جايه بالسروال ديال الجين، جايه بقميجه ماشي حشومه وطلقه الشعر، هذا صيام، اش فرق ما بين الاداره وما بين مولات الدار؟ كاع انت مجوجه وعندك الاولاد، الجلابيه المغربيه كتكون الاحترام للفولار ديالها وتكون محترم مع راسك، كنهضر حتى على الموظفات، كل الموظفين اللي في القطاع العام ولا الخاص، الجلابيه والفولار احترام في هذا رمضان وهذا الشهر المبارك، الزواق كتعجبونا فيه والمظهر ديال الملابس حشومه وعيب عليكم، شويه ديال الاحترام، راه اداره وراه طقوس عيب على المراه تبان الجسد ديالها في اللباس وسيرتو الفرد. انا كنهضر على النساء اللي طالعين دابا اللي تابعين المظهر، فيهم حتى اللي خذا سوا موظفه سوا ماشي موظفه، العيالات انتباه الابناء ديالكم، ايها النساء البويوت المغربيه انتباه البنيات ديالكم، المراه والراجل شو مرتك ملي كتكون غادا الاداره ولا خارجه، احترام اللبس في هذا الشهر المبارك، جلابيه وفولار. واحد السؤال بغيت نطرحه عليكم شويه، اسمح لي، عندك هادي وهذه الظاهره صارت الجماعه اللي كتوقع في الخطاب جماعه، بعض العيالات اللي كيدخلوا المساجد كيضاربوا قبل صلاه الجماعه، مضاربين على البلاصه جايبه لها الزيف وحاطه، راه حشومه عليكم، راه عيب هادشي اللي كديروه النساء، مضاربه على قلة حاجه في رمضان وغير رمضان، هذه الجامع كنحتارموا من مساجد الجماعه في الخطاب ديال الفقيه ملي كيخطب، نساء رجعوا اوراقكم شويه، بارك من ديك النرفزه ديالكم. وهذا شهر رمضان شهر كريم شهر مبارك شهر مغفرة، أوله رحمة وثانيه مغفرة وثالثه عتق من النار. دابا الأغلبية ديال الناس والأشخاص اللي كيعطيو لهذا الشهر رمضان واحد النظرة ما حاشا واش غادي ياثروا فيه، ما غاديش يتاثر، ولكن كاينين واحد الأشخاص تيلبسوا لباس عاري ولباس غير محتشم، هنا تيأثروا على الصائمين، حنا كمسلمين مغاربه كنصوموا، ملي تنصوموا كنغضوا البشر وكنصليوا الصلوات الخمس وكذا الفرائض الى اخره،
ولكن مع كنطوفوا هكا في الشارع مثلا بغاو نتقداو شي حاجه اولا نجيبوا شي حاجه الا وكتلاقى عينك مع شي انسانه لابسه لباس غير محتشم. هنا الا كانوا هاد الاشخاص ملفين من تلقائيه نفسهم قبل ما يدخل شهر رمضان وانهم هما كيلبسوه كعاده، راه هاد الشهر هذا راه خاصهم يقلوا من هاد سميتو ويحترموا حريه الشخص الاخر، ما يدخلش لا ما يدخلش لا ما يدخلش لشخصيه الاخر، يعني الاحترام واجب. وكاين عاوتاني واحد النقطه، الا كانوا هاد الناس اجانب ما كيصوموش واجانب يعني لهم دينهم ولا دين، خاص السلطات المعنيه بالامر تردع، يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيديه او بلسانه او بقلبه، وذلك اضعف الايمان. ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انه روى هذا الحديث قال يعني من راى نظره فيما تغضب الله تهوي بصاحبها 70 خريفا في جهنم. والقصة كما جاءت في قديم أن واحد الرجل رأى كعب امرأة وهي تستحم ورأى غير كعب ديالها، وبقى تيبكي ما بين واحد الجبال في الخلاء حتى ظن أن الله لا يغفر له. علاش؟ حيت شاف ديك النظرة في جسم المرأة. وإلا كان الرجل يعني لابس شورت مثلا ولا لابس أونتوني ديال الرياضة، يعني هذاك لا يؤثر لا في المرأة ولا في الرجل، لأنه هو ليس بعورة، لكن المرأة هي عورة، والعورة تبدأها من الكعب ديال رجلها. ودابا حنا ما تنشوفوش من الكعب ديال رجلها، راه شوف راه كاين الفخذ كامل كيبان، كتلقى كسوة مقسومة مثلا على جوج والفخذ كيبان كامل، أولا تيبان السرة ديالها، أو لا جيت الكتفين داك الشيء مشبك وتيبان يعني الكتف ديالها والإبط ديالها وذاك المحاسن ديالها إلى آخره. الله يجزيهم بخير هاد السلطات المعنية بالأمر، دخل على أقرب وقت لأن هذا شهر حرام، شهر من 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 أشهر الحرم، يعني وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، أنا راه بينات راه خاص الإنسان يستبين على ردع هذا الطعن في هذا الشهر الحرم. وحنا كأسوة لرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، حنا دولة مسلمة يرأسنا أمير المؤمنين واسمه يدل على وظيفته، انه امير المؤمنين وتحت منه مؤمنين ونحن مؤمنين وهو اميرنا. والله يجزيهم بخير يردعوا هذا اللباس وتكون الهدايه، ماشي يردعوا معاه في رمضان والايام الجايه يديروا اللي بغاو، بغينا تكون هدايه، يعني احتشام المراه واجب، والمرأة إذا كانت غير مستورة ينظر إليها الشخص كما ينظر الكلب إلى قطعة لحم بغير هرش. وهنا كاين ذنوب للرائي وللمرئي، يعني اللي يشوف واللي شاف، لعنة الله على الرائي والمرتعي. هي ظاهرة سيئة، ولكن في الأيامات العادية ما كيتموش حتبقى حرية شخصية، ولكن في رمضان يحاولوا يصبروا 30 يوم وهادي يلبسوا شي جلابه ولا يلبسوا شي حاجه وهادي، حيت اصلا كتبقى حريه ديالهم. حتى انا الحريه ديالي حتى انا فيا ما ندير طانكا ندير شي حاجه وهادي، وكنتمناهم يعيدوا النظر في راسهم يفكروا مزيان وهادي، انهم في رمضان يتقوا الله ويصلوا ويعبدوا الله وما يلبسوش ذاك اللباس المحتشم، حيت اصلا كاين شي واحد ما كيتقبلوش ذاك الشيء. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.